الملالي أم الحاضنة العربية؟ ما الذي يريده العبادي من وراء جولته الإقليمية؟ ما الذي يريده السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء من جراء جولته الإقليمية الحالية لأربع دول هي السعودية ومصر والأردن وإيران؟ وما الرسائل التي يريد أن يبعث بها داخل العراق وخارجه؟ وماذا عن توقيت الزيارة بعد اجتياح همجي للقوات العراقية وعناصر الحشد الشيعي الطائفي وقوات الحرس الثوري لمدينة كركوك؟ أسئلة شتى أحاطت بالجولة الإقليمية الحالية لرئيس الوزراء ولا تزال حاضرة، خصوصا وأن مواقف العبادي الأخيرة كانت مريبة بالفعل. ففي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن العباد استطاع أن يحقق توازنا بين الوجود العربي والوجود الفارسي في العراق تتحقق من خلاله مصالح شتى للعراق والعراقيين، إذ به يبيع قراره في لحظة للملالي ويوافق للمجرم قاسم سليماني وعناصر الحشد الشيعي الطائفي على اجتياح كركوك ونهب مواردها وتهجير أهلها وارتكاب جرائم مروعة في أيام قليلة. وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن حقيقة توجهات العبادي وعما إذا كان ينفذ مشروعا إيرانيا في العراق، لكنه يلعب سياسة مفضوحة مع الدول العربية الكبرى مثل السعودية ومصر وغيرهما، أو أن العبادي بالفعل مقتنع بضرورة تعزيز الحاضنة العربية للعراق وأهميتها. وما حدث في كركوك كان بالرغم منه وبالضغوط الشديدة عليه. إن العبادي أمام لحظة اختيار مصيرية للعراق كله من واقع مسؤوليته، فإما عراق قوي دون طائفية داخل حاضنته العربية، وإما عراق تستبيحه إيران لصالح مشروعها المذهبي.